نتكلم على مساله الفضايح. شيخ الحرم يا جماعه شفتيه استاذ رشوان اللي عندنا بيقدم بها. انا لازم تبقى مطلق او تبقى مرافق او تبقى علشان اجيبك في برنامج واقعد استفزك واخليك تحكي لي حكايات انا في غنى عنها؟ هل دي شغله الاعلام؟ بيروحوا للفنانين. لا في بيروحوا للفنانين. اغراء بالفلوس لما البرنامج وحش بتروحوا ليه؟ لا لا اغراء بالفلوس. الله اما اروح لواحده مش عارفه ايه. لا لا في فلان وجوزي بقول لك ايه، في مقاربه اخرى والنبي تسكت. طيب